بناء على الواضح من الروايات التي تتحدث عن أحقية وشرعية ومكانة وإمامة عصمة الأئمة سلام الله عليهم، صلوات الله عليه. كيف لمؤسسات علمية رصينة وكذا دينية تغفل هذا الكم الهائل من التصريح الواضح برواية وهي نص، كما أسلفت في بداية الحديث، ماذا تعني أو ما في يقولون بداية عن الحديث؟ الجواب قسمين، نقضي وحلي. أما جواب النقضي، أكثر البشر اليوم مسيح، كيف يعرضون عن القرآن؟ أكثر البشر اليوم، أكثر الديانات غير إسلامية، الإسلام ما يمثل إلا تقريبا خمس من ديانات العالم، خب البقية أربع أخماس، حتى لو نقول يمثل خمسين، ثلاثة أخماس أكثر، هؤلاء ليسوا مسلمين، فلماذا هؤلاء يعرضون عن القرآن؟ ما يقال هنا نقوله هنا، هذا واحد. أما الجواب الحلي، في الروايات الشريفة أنه القضية أخذت من أبعاد، البعد الأول وهذا حقيقة قد يغفل البعض عنه، لكننا نقولها أنهم غير طاهرين. الروايات يا علي بشر شيعتك أول خصلة بطيب المولد. الروايات ماذا تقول؟ من وجد برد حبنا في قلبه فليترحم على أمه فإنها لم تخن أبا. أول نعمة. ولذلك احنا عندنا ونحن في زيارة سيد الشهداء، لماذا إن الله ينظر إلى زوار الحسين عسام يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام يسلم أم الباقر؟ قال لأن الحسين طاهر لا يأتيه إلا طاهرون، وبيت الله قد يأتيه طاهر وغير طاهر، من الأولى بالنظرة أولا؟ قطعا طاهر. اعطيني عمل مثلا في زيارة شعبان، من أراد أن يصافحه 124 ألف نبي فليزر الحسين ليلة 15 من شعبان. اللطيف الأنبياء هم الذين يصافحونه. الروايات الواردة وهي الكم الهائل في هذا الباب، على قول مولانا الرضا عليه السلام، قال له أحد الأصحاب اجمل لي زيارة الحسين، أفضل زيارة طيلة السنة. قال لا تدع زيارته لا ليلة نصف من رجب ولا ليلة النصف من شعبان. مختصر مفيد، لأن هذا الظاهر كان وضعه هكذا يعني. فالروايات الواردة في الإمام الحجة عليه السلام، أولا صفاته أخذ من يوسف، يعني بتعبير آخر القرآن، نحن في محضر خادم القرآن الكريم، 124 ألف نبي، كم نبي ذكر في القرآن ورسول؟ كلهم 25. والروايات الواردة في تفسير قصصهم كلها لأنها علاقة بالإمام الحجة عليه السلام. هاي واحدة من سيجري في أمتي ما جرى في بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. عصا موسى الإمام سيأتي بها، حجر موسى الإمام سيأتي بها، درع داود الإمام سيلبسه، قضية أن يوسف تنبأ بالمستقبل الإمام سيتنبأ في المستقبل. قلت لك ما من نبي ذكر، يعني إذا نريد نأخذ الزبدة 25 ألف نبي ورسول إلا ولهم في هذه القصص مقدمة لفهم دور الحجة، وهذا المعنى تميز بيه أهل البيت عن غيرهم. أخي أنا كمسلم شو نستفيد من قصص موسى بن عمران؟ بالعمل يعني، ما أتكلم عن نظرة على رأسي. موسى عطش قومه وقلنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أنا كمسلم يعني بالبعد، مو يقول القرآن الحجة إلى يوم القيامة؟ تجي رواية تقول إن الحجة عليه السلام إذا جاء من المدينة إلى النجف سيقول لقومه لا يشرب أحد الماء حتى يشك، البعض يشكون فيخرج لهم عصا موسى والحجر. اللي يعتقد بذيك يعتقد صح. نهر طالوت سيلتقيهم نهر في الطريق الا من اغترف غرفة، نفس القضية. وهذا مما امتاز به اهل البيت، ان قصص القرآن كلها في الانبياء ومعاجز الانبياء سيأتي بها بقية الله صلوات الله عليه، ولذلك سيحتج على اهل الاديان. وعندها لما يرون اهل الاديان معاجز انبيائهم ومواريث أنبيائهم، هنا يتحقق ويدخلون في دين الله أفواجا. أحسنتم سماحة الشيخ. إذن بناء على هذه الحقيقة التي تتحدث بها، ما الذي ينبغي على الأمة تجاه هذا التصريح الواضح؟ التصريح الواضح في الروايات الشريفة، نحن كشيعة الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف إمامه زمانه مات ميتة جاهلية. أما الشيعة المولود والمسلم الذي يعتقد بالقرآن وأهل البيت، هذا إلى حديث ثاني، حديث الإمام الباقر عليه السلام، وهو تكليفنا من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه ثم مات مات ميتة جاهلية. ليلة. واللطيف من أحد رواة هذا الحديث، حتى روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماح شيخ.